تسجيل العمالة الغير منتظمة في موقع وزارة القوى العاملة. الموقع فتح النهاردة يا شباب، خشوا سجلوا بسرعة. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر، من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. مع تفاصيل الخبر، عاود مرة أخرى تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة الـ 500 جنيه للمصريين. في ضوء اهتمام جمهورية مصر العربية بالعمالة الغير منتظمة، حرصا من الوزارة على سلامة العمالة الغير منتظمة ولمن يرغب في تسجيل بياناته من العمالة الغير منتظمة والغير مسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة. وتحذر الوزارة جموع المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تروجها بعض المواقع والصفحات الإلكترونية من أنه سوف يتم صرف منحة لمن يقوم بإرسال رسالة عبر خدمة الواتساب. برجاء تسجيل البيانات كاملة، اضغط هنا للتسجيل إنشاء حساب جديد. هنضغط على كلمة إنشاء حساب جديد. لو فتح معانا شاشة سودة زي كده، أو نحاول نجرب معاه مرة واثنين ثلاثة وأربعة، وهيفتح معانا 100%. اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم، لازما الخط الموقع بيبقى تقيل شوية في التحميل، فلازما إحنا نراعي الحتة دي. أهو فتح معانا مرة تانية تسجيل العمالة الغير منتظمة، الرقم القومي وتاريخ الميلاد والموقف التأميني والاسم الأول والتاني والتالت والرابع والقطاع واسم المهنة والحالة الاجتماعية، كل حاجة بالتفصيل هشرحها لحضراتكم في رابط أسفل الفيديو ده، هتلاقيه في الديسكريبشن في الوصف، أو هتلاقي كمان في صندوق الوصف وفي التعليقات هتلاقيني سايب لك الرابط. الرابط ده هيحولك على فيديو بيشرح لك كل حاجة، وتحت الفيديو هتلاقي رابط الموقع، تاخد رابط الموقع وتسجل. بس ياريت الناس تسجل بسرعة قبل الموقع ما يقفل. شكرا ليكم على حسن المتابعة.